أحد الأطفال الناجين من فاجعة العبارة في الموصل يتحدث عن اللحظات الأولى لغرق العبارة وكيف أنه نجا بنفسه من الغرق، فلنتابع. وين كنت؟ في العبارة. يوم الخميس؟ صعدت بحتك لو وياهلك؟ صعدت أنا بحتي حسبالي أهلي ركبوا ما على غشاء قاموا يدفعوني الناس ما غشعتوهم فعن مشيت العبارة انتبهتوا على أهلي ما كبروا وانقطع مع العبارة لوديها. الحبل؟ وانقلبت وقلبت العبارة فاسموني عليه بس انت صعدت على العبارة؟ تمام. وقلبت العبارة أصار بعدها؟ قلبت كنت جوا الماي تمام طلعته تعرف تسبح انت؟ تمام طلعته ايدي وجهه انت طمست جوا يعني طمست كان شفت شيء يعني جوا الماء يعني لو غمض عيونك غمض عيوني تمام طلعت رجال عشان سحبك وبعد رحت على الطب العقلي تمام رحت قالوا لي لا روح على مستشفى السلام تمام رحت عمي واهلك كانوا يدورون عليك لو يا لا بنت طلعت الرجال قال انا من اهله وشعوني طيب ودوني على الطب العادي قال ودوني على مستشفى السلام تمام وصلت مستشفى السلام قال عنده تسمم عنده تسمم يعني شربت من الماء شوية ايه. تمام وبعدين أهلك وبعدين أهلك شعوني يعني جوا على المستشفى عرفوا أن أنت من المستشفى من الجزيرة شعوني قالوا هذا منو قال من أهله طلعوني وجوا عليك على المستشفى الحمد لله على سلامتك إن شاء الله.